إذا الآن بعد ما طلع معي قيمة زد اللي بحققه زيتا بتساوي 0.7 اللي هو في أوفرشوت بتناسب مع 0.7 راح أعوضهم في المعادلة الأصلية. هاي المعادلة الأصلية إحنا قلنا 1 زائد K F of Z هاي الكاركترستيك إيكويشن بتساوي 0. إذا K بتساوي ماينس 1 على F of Z. بس F of Z شو بتساوي؟ هاي قيمتها من هون 0.368 Z plus 0.717 على Z square minus 1.368 Z plus 0.368. هلا بدنا نكون شوي شوي حذرين لأنه في عنا complex numbers لما نعوض. فإذا بدنا نحط محل Z هلا خليني آخذ ال positive part خليني آخذ Z بتساوي 0.61 plus 0.26 G. رح آخذ القيمة هاي لأن أظن بالكتاب عوضها يمكن أو بالكتاب ومستعملها 0.25 خلينا نستعمل إحنا 0.61 plus 0.26. إذن الآن F of 0.61 plus J 0.26 بيساوي رح يصير عندي هلا الآن هون رح أعوض 0.368 برا جوا عندي محل زد رح أحط 0.61 plus J 0.26 plus 0.717 مضبوط؟ هاي واضحة. واضح شو اللي عملناه هون؟ الكل فاهم؟ محل زد بس أخذت الرقم حطيته، كل إشي الثاني ضل زي ما هو. إحنا عادة متعودين إنه الرقم اللي منعوضه يكون ريل. هون بالحالة هاي الرقم اللي عوضناه كومبلكس. ما بختلف شيء إشي. بس بدي أنتبه هلا على جي تحت زد سكوير. هلا ممكن أعمله، خلينا نعمله بهاي الطريقة أو نعمله خليني أستعمله زي ما كان هناك. فبيصير عندي هلا زد ماينس 1. يعني أخليها الفانكشن زي ما هي هناك. يكون أسهل عشان نبسط. رح اخلي هاي الفانكشن بدون تبسيط زي ما كانت هنا z minus 1 بz minus 0.368. اذا ناخذ هلا عندي هون 0.61 plus 0.26j minus 1 مضروبه في 0.61 plus 0.26j minus 0.368. مضبوط لحد الان؟ طيب خلينا هلا نحاول نبسط اللي تحت عشان يضل عندي جزء فوق وجزء تحت. 0.368 في 0.61 في 0.61 0.22448. إذا بصير عندي هلا F of Z هاي بتساوي 0.22448. هاي بإيش مضروبة؟ ما فيش فيها إشي من هون. كان لازم اجمع هذول التنين اول شيء عشان ابسط الامور. اجمع هاي القيمه مع هاي القيمه مزبوط لانه هذه ريل مع ريل بجمعها. 0.61 زائد 0.717 ضرب 0.368 بتعطيني 0.488. وبعدين عندي هون في جزء في جي اللي هو 0.26 في 0.368 وهذا بعطيني 0.09568. هلا هدول 0.61 minus 1 شو بعطيني؟ minus 0.39 مش هيك؟ ما في جاي فول؟ ايش عفوا؟ ضربنا جاي ريل في جاي ضربنا هاي بوينت جاي مضبوط صحيح كلامك طبعا بقول لك بصيرش اخليهم لحال تمام شكرا يا ابو سيسو. 0.61 minus 1 عندي 0.39 وبعدين عندي 0.26 جاي بعدين عندي 0.61 و 0.368 0.61 minus 0.368 رح يعطيني 0.242 وبعدين عندي هون 0.266 جي. هلا بدي اضرب هذول التنين اللي تحت البعض فبضرب ريل في ريل بعدين imaginary زائد imaginary وبعدين لما بضرب هذا الايماجينري في الايماجينري شو بعطيني الجي سكوير؟ ماينس 1 فبضرب ماينس بصير ماينس 1 في هذول القيمتين. اذا اول شيء بنضرب 0.242 في 0.39 يمكن موجوده هي عندكم على الحاسبه في عندكم على الحاسبه بتعملوها مباشره ماينس 0.39 ماينس 0.39 مش هيك؟ ضرب 0.242 فهذا بعطيني 0.09439 بعدين عندي 0.26 في 0.242 زائد او ناقص
0.39 ضرب 0.26 فهذا معامل جي. معامل جي بيطلع معي ماينس جي 0.03848 واخر شيء عندي هذا بصير كمان ماينس 0.26 ترفيع فبعطيني 0.0676 المهم اجت ماينس 1 من الجي ترفيع مش هيك وفوق عندي 0.488 plus 0.09568 هلا تحتهم بجمع هذا ريل مع ريل بجمعهم بصير عندي 0.0676 زائد 0.09438 فبعطيني 0.16 minus 6198 minus j 0.03848 وعندي 4.488 plus 0.09568 هذا هو f of z1 يعني البول الاول اللي كان هلا k بتساوي minus 1 على الماينس شو بيلغي لي؟ بقدر اطلع السالب هذا اللي هون برا مش هيك وبقلب الطرفين فبصير عندي k at zeta بتساوي 0.7 يساوي 0.16198 plus j 0.03848 على 0.488 plus j 0.09568 شو لازم يصير هلا؟ k ايش لازم يكون؟ ريل بوزيتيف كمان ريل ايش الطريقة اللي راح يطلع هذا ريل؟ انا اضربه بالمرافق الجير ممكن صحيح ممكن اعمل هيك اذا بتلاحظوا هذا نسبته لهذا هو تقريبا نفس نسبه هذا لهذا هذا تقريبا ثلثه وهذا تقريبا ثلثه هلا في اكثر طريقه تكمله او ممكن تطلع انت اقترحت نضرب في الكونجيجيت او اني بطلع هذا بول بزاويه او ار بزاويه وار بزاويه هاي يمكن تكون اسهل طريقه ايش رايكم نعملها خلينا نعملها اسهل طريقه هاي يعني بحول من ريكتانجولر لبولر بحول ريكتانجولر لبولر خلينا نعملها حولوا لي اذا هذا لريكتانجولر لو حولت هذا ريكتانجولر شو بيطلع طبعا زاويه معي وقيمه وهون راح يطلع زاويه وقيمه اذا طلعت الزاويه هاي نفس الزاويه هاي معناها كي ايش ريل زاويته زيرو هو ريل شو يعني زاويته زيرو والله حد يحول لنا هذول يا انا حول لي اياهم لبولر صفر بوينت سكستين وزاوية 13.36 طيب واللي تحت 11 قديش؟ زاوية 13 و 3.6 على 11 ايش بعمل بالزوايا؟ بطرحهم فالزاوية النهائية بتطلع تقريبا 2.27 القيمة هون قديش؟ 0.16 تقريبا هاي ثلث مش هيك؟ 1 على 3 او 0.33 مضبوط؟ هلا السبب انه هاي ما طلعت زيرو بالضبط في عنا شوي هون بالحسابات يعني انا هون قربت شوي بالحسابات بس هاي خلاص ايش بقدر اعتبرها؟ ريل اذا قديش قيمة K؟ اذا ايش بعمل الان بقيمة K؟ وين بحطها؟ اذا انا لو رجعت الان على السيستم الاصلي اللي هو F of Z وحطيت هون قيمة K يعني كاني بضرب في ثلث مش هيك؟ يعني كانه الايرور اللي برجع معي من هون برجع من هون شو بعمل فيه؟ بضربه في ثلث قيمته وبطلعه من هون هون في عندي زيرو اوردر هولد وكل الاشياء هاي بيشتغل السيستم راح يكون الاوفر شوت تبع السيستم بتناسب مع مين؟ مع زيتا بتساوي 0.7 وزيتا 0.7 بقدر احسب قديش قيمه الاوفر شوت اللي بتناسب معه ماشي واضحه هاي؟